كتير ناس ما بتقدر تشترك بالنادي لأسباب مادية أو لضيق الوقت، عشان هيك رح فرجيكم كيف تقدروا تعملوا أغلبية الحركات بنعمل بالنادي من أي مكان باستخدام حبل المقاومة. قبل ما تبلشوا بتمارين الصدر، تأكدوا أنكم تثبتوا حبل المقاومة منيح على مسكة الباب، واختاروا نوعية منيحة لحتى ما ينقطش معكم أنتم عم تعملوا التمرين. حتى تقدروا تعملوا تمارين الظهر والزنود، بدكم تعلقوا الحبل من فوق، سكروا عليه الباب وتأكدوا انه يكون ثبت منيح. لتمارين الارجل والكتاف والبايسبس، اهم شيء بهالحركات انكم تكونوا واقفين ومثبتين اجريكم منيح من تحت على حبل المقاومة. وهلأ ما في شي بيمنعكن انكن تبلشوا تتمرنوا، لان حبل المقاومة سهل استخدامه، اي حدا بيقدر يعمله باي مكان واي وقت.